مشروع مزرعة الدواجن اللحم من أكثر المشاريع الناجحة، حيث يزداد الطلب عليها بشكل يومي، بالإضافة الأرباح الكبيرة وسهولة توفير إمكانياتها، ويتم إنتاج العديد من الدجاج اللحم يوميا. بناء على ذلك قمنا بعمل شرح توضيحي لمزرعة حقول الربيع، لنوضح فيه كل شيء لسيادتكم من البداية للنهاية. تبدأ بإنتاجية 18 مليون دجاجة لاحمة. إنتاجية مزارع حقول الربيع أكبر مشاريع الدواجن بالسعودية، وتبدأ المزرعة ببوابة رئيسية دخول وخروج في الجهة الشرقية، وبجانب البوابة من جهة الشمال يوجد غرفة حراسة، ومن جهة اليمين في غرفة كهرباء، وبجانب غرفة الحراسة أنشأنا صيدلية بيطرية، وبالداخل مسجد، مبنى إدارة، استراحة، مطعم، وفي مقابل المطعم يوجد موقف للسيارات، بالإضافة لسكن المشرفين، سكن للعمال، وبجانب سكن العمال يوجد خزان مياه بارتفاع 8 متر في 4 متر. وننتقل للناحية الأخرى من المشروع، البوابة الثانية، بنجد مسلخ للدواجن وغرفة كهرباء أخرى، وما بين غرفة الكهرباء الأولى والثانية يوجد مبنى للثلاجات، وبالإضافة لمستودع أعلاف، مستودع سماد، وفي نهاية المشروع محرقة للطيور النافقة. ونجد هنا أن 24 حظيرة عبارة عن 3 صفوف، كل صف يشمل 8 حظائر، وبين كل حظيرة وأخرى يوجد ألواح طاقة شمسية تنتج حوالي 2 ميجاوات. وفي النهاية يحاط المشروع بحاجز ترابي من جميع الاتجاهات بارتفاع 4 متر، وكذلك شبك بارتفاع 2.5 متر. السعة الإنتاجية للمشروع، ينتج المشروع 18 مليون دجاجة في السنة، وتم عمل حسابات خاصة بالمزرعة على تويتر انستغرام لضمان الانتشار. هذا المشروع يشرف عليه الدكتور محمد جبران القحطاني، حاصل على دكتوراه في تربية الدواجن والتغذية بجامعة نيوغلاند بأستراليا، والوكيل الحصري والمعتمد لشركة تكسا الأوكرانية الروسية في الشرق الأوسط، أيضا وكيل شركة اي بي فيزيتا في الشرق الأوسط. مع تحيات الدكتور محمد جبران وشركائه.